شيء. هلا بدي افسر لك شيء. انا بقول انه اذا صار نصاب وسليمان فرنجي مرشح ما بيطلع غير سليمان فرنجي رئيس. اوكي بس هون شو حيطلعوا يقولوا لك؟ بدي اقول لك وين الميثاقيه؟ حيقولوا لك طلع سليمان فرنجي باصوات المسلمين. في ميثاقيه؟ وين الميثاقيه؟ في ميثاقية؟ لا مش أصوات. إذا عندك مش أصوات. أكبر كتلتين مسيحيتين الميثاقية محمية. الميثاقية محمية بعملية النصاب تبع 86 يعني حضور كل النواب. ما فيك يعني ما كمان ما فيك يعني الميثاقية ما أنا بستعملها وقت اللي بدي وأنا ما بستعمل. معناتها أنت المرشح ميشيل معود ما لازم يكفي، ما لح يخدو لا صوت شيعي لا مكفي. إذا هو عارف أنه إذا عم بده يحكي بميثاقية أو هو أو غيره، أنا بقول لك وبأكد لك وهو بيعرف ما لح ياخذ ولا صوت شيعي. ما هو يجب ترسيخ فكره انه الرئيس رئيس الجمهورية ورئيس كل لبنان. طب هلا عم حاول اقول لك انا هذا اللي عم حاول اقول لك هلا عم حاول اقول لك يعني العمليه ال 86 النصاب يعني موجود بين 86 نائب رقم كثير كبير للمسيحيين. طيب برايك اذا بوجود تأمنوا الستة بس الفكره انه نحن هلا امام معركه نصاب ما لنا امام معركه انتخاب. شو بتعرفي؟ طيب هي ايه بس هي هيدي تكمل لك الفكره. وقلت بقول لك ايه هون تامين الميثاقيه تبع تكمل لك الفكره. أي اذا قدرت امنت رئيس. النصاب بلا الجزء المسيحي الاكبر، وخليني اقول هي بلا حليف الحليف المسيحي الاقوى يلي هو التيار الوطني الحر، بيمشي حزب الله؟ ما بعرف صراحة، ما بدي احكي، ما بعرف، ما عندي معلومة. لا ما بعرف شيء وما بدي احكي. لا بدي لك شغلة، إذا كانت مضمونة رئاسة سليمان فرنجي بالنصاب ال 86، إيه أنا مفترض إنه إيه أكيد مفترض طبعًا. ولا بيمشي حزب الله عنده معلومة؟ مفترض إنه إيه مفترض إنه إيه بس يعلن سليمان فرنجي بس يعلن حزب الله دعمه الصريح والواضح وفتح المعركة إلى جانب سليمان فرنجي، ومش إنه سليمان مثل ما بيحاولوا يقولوا سليمان فرنجي مرشح حزب الله تمشين تعرفي يحرقوا إعلاميا ودوليا وإلى آخره. لا بس يمشي حزب الله بدعم المرشح سليمان فرنجي اكيد رح يكون موجود بجلسات بجلسات انتخاب الرئيس. هيدي شغله طبيعيه يعني بيمشي حزب الله. بيمشي ليش ما بده يمشي؟ حتى واذا تامن النصاب حتى لو ما رايي ايه ما مشي رايي ايه بس بدها تكون العمليه محسومه. بعدين مين قال انه ما رح ياخذ اصوات مسيحيه سليمان فرنجي؟ رح ياخذ اصوات مسيحيه. لا ما عم نقول ما حياخذ اصوات مسيحيه، ما بياخذ اكبر رقم، ما بياخذ اكبر رقم بس بدي اقول لك انه رئيس الجمهوريه هو رئيس كل الطوائف اللبنانيه، منه بس رئيس المسيحيين ابدا. لانه برجع بكرر لك بنفس المنطق محسوم نهائيا انه يكون في اي مرشح من الفريق الاخر يترشح وياخذ صوت شيعي، وبالتالي محسوم انه ما في يعمل رئيس بنفس المنطق. ممتاز. بدي اقري لك تغريده من على تويتر توني نصر الله، بس مش توني نصر الله التيار القيادي السابق في التيار الوطني الحر، شخص اسمه توني نصر الله، عم بيقول بتمنى تسالي ليش الوزير فرنجي مرشح على الانتخابات وشو برنامجه الانتخابي غير انه يحكي مع الكل؟ هل بيوعدنا بكهرباء ومي 24/24؟ هل رح يضبط التهريب والتهرب الضريبي؟ هل سيحاكم الفاسدين؟ هل ستعود اموال المودعين؟ هل سيحاكم مسببي انفجار المرفأ؟ هل سيعيد العلاقات مع الخليج؟ شو ليه بده يعمل؟ ما في رئيس جمهوريه فرنجي. ما في رئيس جمهوريه يجي على الرئاسه بدون ما يحكي بهول ويشتغل على هول كلنا سوا، باكد لك. بس ما في يقعد انه بيقدر مين في يقعد؟ اعطيني رئيس في يقعد. انا بقول لك في رئيس في يشتغل ويقعد انه يشتغل. والشغله الثانيه اللي كل اللبنانيين لازم يعرفوها، اي رئيس رح يجي هلا رح يجي ما رح اقول بتوافق دولي بس رح يجي بدعم دولي. بلا بده يجي بتوافق دولي، بده يجي بدعم، خليني اقول بدعم دولي او انه خليني يعني بتكون ابواب يعني بتكون المساعدات موجوده والدعم موجود والنجاح يعني والقدرة موجود. اكيد برنامج الرئيس بده يفوت بهول التفاصيل يعني.
معه حق سؤال ومشروع، ما حدا مع التهريب، وما حدا مع انه ما يندفع جمرك على البور، وما حدا مع انه ما يتحكموا يلي سببوا بانفجار المرفأ، وما حدا ضد انه يكون في محاكمة للفاسدين وللفساد. طيب هلا أكيد. هلا اللي عم يسمعك معاليك حيقول لك، كيف تقلي ما حدا ما حيتحاكموا اللي سببوا؟ انتو يوسف انيانوس وزيركم ما نزل او يعني بس يوسف ما مثل امام القضاء، يوسف انيانوس ما نزل وصار تحصن بحصانته، يعني ما عنده حصان، لا يعني انه يوسف انيانوس رفعت حصانته، ما عنده حصان، تحصن بمرجعيته السياسيه. لا بدي اقول لك شغله، بس ما انا اول مره بتصير، يعني صارت مع كثير، وانا مش عم دافع عن هذا الموضوع. يوسف انيانوس مش مبين، ويوسف انيانوس بالنهايه عنده بعتقد عليه مذكر التوقيف او شيء مطلوب للقضاء. هلا يلي خليني اقول النواب علي حسن خليل وعزيز عيتر، ما بعرف مش متابع اذا عندهم حصانات، عندهم حصانات نيابيه. بالعكس، لا بالعكس، يعني ما ابدا. بدي اقول لك اسلاميه فرنجيه بصغرتها، هلا نحن دائما بيقولوا انه انت رجع صغير على صغرتها والى اخره، بس في اداء لانه شبران بيقول انه طالما هو عم بيعايروه بهذا الموضوع، انا اللي بدي اقوله وباكده انه ما بيغطي حدا بصغرتها اسلاميه فرنجيه، بالعكس. اسالي كودات صغرتها، واسالي مخفر صغرتها، واسالي مخابرات مكتب مخابرات صغرتها والى اخره، والاداره اذا هو بيعمل شيء غير انه يقول خلي القضاء ياخذ مجرى وخلي كل حدا عامل غلطة لو بخصوه إذا أوس إذا كذا وإلى آخره إنه يتنفذ القانون. طيب بس هلأ بالنسبة للناس بيقولوا لك غطى سركيس حلاس، أكيد بالنسبة للناس سركيس حلاس، سركيس حلاس طلع لأنه سركيس حلاس أنا ما بدي لكي ما بدي دفع عن هذا الموضوع، بس اللي بدي أقوله إنه سركيس حلاس طلع بريء، يعني كان صحيح. كان في محاكمة سياسية وكان عنده معلومات وتصرف بالسياسة، تصرف بالسياسة بالعكس. وأنا بعرف كمان إنه هو حكي مع الوزير فنيانوس قال له إذا ما عندك شيء نزل، يعني ما كان انه لا ما بتنزل وكذا، بالعكس. بس انا هون بتمنى هول الاجوبه هو يجاوب عليهم، بس انا باقله باللي بعرفه انه قال له اذا انت ضميرك مرتاح روح على القضاء.